السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالخير والبركة وتحقيق الأمان ان شاء الله للجميع، ويتقبل الله ان شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا اليوم دخلت الزيبرا مثل ما تشوفون، دخلتهم داخل المحمية وخليت هذا البيت لهذول الطيور، لان عندي اثنين ممكن يكونون متزاوجين، هذول اللي لونهم اخضر، وخليت لهم هذا البيت حتى اذا كانوا متزاوجين ممكن يستخدمون هذا البيت ويبيضون بالداخل. طبعا رتبت هذا البيت اليوم وعلقته بهذا المكان. وبالنسبة لهذول الزيبرا مثل ما تشوفون، طبعا كانت هذه الام هم يعني تحاول تقتل هذا الصغير، بعدين بس حولت القفص من مكانه اللي كان ثابت بيه صاروا يطعموه وما يأذوا مثل ما تشوفون. فاليوم جبتهم دخلتهم بهذا المكان، هذا الصغير موجود، هذا الصغير مثل ما تشوفون بالوسط. قبل شوية كانت الطعمه هذه أمه وما يأذوها، صار كم يوم ويطعموه ويداروه الحمد لله يعتنون به. فاليوم ثبت القفص بهذا المكان، بعدين ممكن أفتح لهم القفص حتى يطلعون داخل المحمية يفترون براحتهم. بس عندي فتحات حاليا صغيرة مثل هذه ماتشينكو اللي فوق، اكو فتحات صغيرة ممكن يطلعون من عندها، فما راح افتح لهم القفص الى ان اسد الفتحات اللي ممكن يطلعون من عندها وبعدين افتح لهم القفص. هذول طيور الحوم. وعندي كان بلبل، تتذكرون البلبل؟ البلبل مات قبل العيد بيوم. كان عندي هذا القفص، القفص كان الاسفل ماله تعبان، فلما كنت اخليه بالقفص كان اكو مكان يطلع من عنده. فقبل العيد بيومين جبت خشب وكنت ناوي ارتب القفص فما صار عندي مجال. بنفس اليوم سبحان الله المغرب دخل هو على غرفة الاستقبال عندي، انضرب بالبانكا اللي ما يعرف شنو بانكا، المروحة يعني السقفية، انضرب بالمروحة السقفية ومات يعني بنفس اللحظة فورا مات. فثاني يوم رتبت القفص، واليوم اشتريت اثنين مثل ما تشوفون صغار. طبعا هذا شوية نشط، بس هذا من اخذته كان تعبان بشكل تعبان، يعني لو تشوفه تقول ممكن يموت، فاخذت هذولا بسعرهم رخيص بشكل يعني. هذا لان نشط شوية وكان ياكل ويتحرك ب10,000 دينار، اما هذا اخذته 3,000 دينار، يعني يطلع دولارين تقريبا سعره. مثل ما تشوفون الصبح كان ما يتحرك يعني بشكل، لما جبته حاليا اذا تشوفون ما شاء الله الظاهر كانوا تعبانين بشكل، والظاهر الاكل اللي اطعموهم قليل ما اعرف. المهم حاليا اشوفه تنشط اكثر من الصبح، يعني فرق واضح، كان الصبح تعبان بشكل. فابن عمي موصيني على واحد، ممكن اعطي واحد لابن عمي واحتفظ بواحد. جوعانين، قبل شوية طعمتهم بس حاليا جوعانين. ورتبت لهم القفص طبعا، هذا الاسفل مثل ما تشوفون جددت الاسفل مال القفص، راح ابقيهم بهذا القفص واطعمهم ان شاء الله الى ان يكبرون. اذا ما بيهم مرض شي ما راح يموتون، يعني اللي اخذت من عنده كان عنده قسم مرضانين وقسم تعبانين، بس هيبيعون باسعار رخيصة يعني تعرفون كل شي بسعره. بس حاليا ما شاء الله مثل ما تشوفون نشطين، بعد شوية ان شاء الله راح اطعمهم. وبالنسبة للأرانب، الأرانب الصغار يعني دائما سبحان الله إلا يموت من عندهم أو يصير بيهم أمراض، أما الكبار لا الحمد لله ما بيهم شي. بس عندي واحد من الكبار هم انتفخ قبل كم يوم ومات، تفاجأت يعني، هاي صار لي فترة ما عندهم أي انتفاخات أو شي، فجأة واحد من الكبار مات. وبس الصغار لا، الصغار دائما يموت من عندهم، يعني مرات حتى بدون اعراض بدون مرض تشوفه فجأة يموت الصغير. عندي اثنين من صغار اريف ماتوا الحمد لله على كل حال. يعني الارانب سبحان الله مشاكلهم صارت كثيرة، بالرغم حتى جبت لهم مبردة والجو يعني حيل مناسب حاليا داخل المحمية، بس سبحان الله ما اعرف شنو شغلتهم ما يستعدلون. واول يوم العيد طلعت خليت لهم اكل وخليت لهم ماي، طلعنا من البيت طبعا رجعت العصر، فلما رجعت سبحان الله مصايب. يعني اول شي عندي هذه الانجورة، كانت هذه الانجورة تعرفون شعرها طويل، فدخل شعر داخل العين فالتهبت العين وبدت تفرز ولم مثل ما نسميه بالعامية، او قيح مثل ما يسموه بالفصحى. والشعر تعرفون حوالين العين ثخين، فتجمع شعر والمنطقة هذه انترست قيح بالداخل،
فبقت الظاهر من الصبح ملتهبة عينها يعني إلى العصر، فشوفوا هذه المنطقة كأنما انطبخت طبخ يعني إذا تشوفون. طبعا عالجتها دهنتها وعندي قطرة مال عين قطرت لها ونظفتها وخليت لها مرهم مال عين، هاي صار لي يومين أعالجها، بس هذه تحتاج وقت تتحسن إن شاء الله، بس تحتاج وقت ممكن تاخذ أسبوع حتى ترجع مثل قبل. فالشعر اللي كان حوالي العينين يعني قصيته حتى بعد لا يدخل داخل العين أو يؤذيها، وممكن حتى الشعر هذا الزايد ممكن أخذ من عنده شوية لأن الجو حار تعرفون، فإذا تلاحظون عينها بعد شوية إن شاء الله يحتاج لها تنظيف. كل يوم لازم أنظف العين وأخليها مرهم مال العين حتى إن شاء الله ترجع تتحسن. وواحد من صغار أريف مات، واليوم هم مات واحد يعني فجأة بدأوا يموتون، وعندي هذه كانوا اثنين ما راضعين يعني هي ترضع مثل ما تشوفون، هذا راضع ما شاء الله. شوفوا هذا، هذا ما شاء الله هذا أكثر شيء راضع، أما كان أكو اثنين ما راضعين ضعاف ما راضعين فماتوا بنفس اليوم. كنت طالع من البيت من رجعت اثنين ميتين شلتهم، حاليا بقوا خمسة بس هذولا اليوم شفتهم الصبح يعني كانوا راضعين أمورهم تمام ما شاء الله. إذا تلاحظون هذا ما راضع، راضع يعني بس شيء قليل، ممكن هذا إذا ما بقى يرضع احتمال يموت يعني. إذا تشوفون هذا إذا تلاحظون بطنه شلون فارغة، أما هذولا ما شاء الله إذا تلاحظون هذا مثلا بطنه مليانة، هذا بس هذا ما راضع. هذا اليوم لازم أحاول أخلي أمه ترضعه، إذا ما رضعته ممكن ما يبقى للصبح. فالحمد لله على كل حال الصغار ما مشكلة يعني دائما يموتون، عندي قسم من الصغار، الصغار يتعوضون بسرعة يعني وما تعبان عليهم. وكان عندي ذكر مثل هذه شعره كثيف، هو الوحيد اللي صار عنده انتفاخ ومات أخو هذه. فالأرانب سبحان الله تعرفون بالحر تصير أمراضهم كثيرة ومشاكلهم تصير كثيرة، والحمد لله على كل حال. هذول السمان بعد ما رتبت بيتهم وبعد ما خليتهم داخل البيت مالهم، إن شاء الله بعد العيد أرتب مكانهم وأخليهم داخل البيت مالهم. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.